لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. أهلا بكم دكتور. حياكم الله أستاذ. أصدرت الهيئة بيانا يندد بالحرائق التي التهمت المحاصيل الزراعية في العراق، انطلاقا من ذلك كيف تفسر انتشار الحرائق في وقت واحد؟ نعم، للأسف ما يزال المواطن العراقي يعاني معاناة كبيرة في كل مجالات الحياة بسبب الحكومات التي أصبحت واضحة في نهجها ولا تستحي من أحد، وأصبح شعار الحكومة وميليشياتها في العراق إيران أولا. كل شيء يخدم مصلحة العراق ولا ينفع إيران فهو هدف يجب تدميره في نظر هؤلاء، وإن كان هذا التدمير يضر العراق وشعبه. هذا خلاصة ما يجري في العراق، والهيئة اليوم أشارت في بيانها إلى أن هذه جريمة بحق الفلاح الذي ينتظر موسم الحصاد حتى يحسن من أوضاعه المعيشية السيئة، وجريمة بحق الشعب العراقي، وجريمة بحق الوطن، لأن حرق محصول الحنطة هو يدخل بما يسمونه الأمن القومي للبلد، لأن الحنطة هي مصدر غذاء رئيسي في العراق، ولا يمكن لأي بيت أن يستغني عن الحنطة، ولأن وقت الاستهداف جاء بعد معاناة كبيرة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع العراقي والمهملة من الحكومات المتعاقبة، ولأن الحرائق المتعمدة جاءت في المناطق التي عانت بسبب التهجير والتشريد والسلب والنهب الذي حدث لها على مدار السنوات الماضية على أيدي الميليشيات، وما زالت هذه الميليشيات هي المتحكمة في هذه المناطق. في هذا الصدد دكتور، وبالحديث عن بيان الهيئة الذي وصف تلك الحرائق بالمتعمدة، برأيكم من المستفيد من تكبيد المواطن الفقير في العراق والفلاح بكل هذه الخسائر؟ الحرائق المتعمدة والمتكررة لمئات الدونمات من حقول القمح في عدة محافظات منها ديالة وصلاح الدين ونينوى وكركوك، مناطق شاسعة وآلات الأطنان من الحنطة تم إحراقها، هو عمل ممنهج ويأتي في إطار خدمة الآخرين. يستفيد من هذه الأفعال الإجرامية أولا حيتان الفساد المسيطر على مفاصل الدولة واقتصاد العراق، يستفيد أيضا منه وكلاء إيران في العراق في تقديم الولاء لساداتهم، تستفيد منه بالدرجة الأساس إيران لتفريض بضاعتها إلى العراق بعد الحصار المفروض عليها، وتستفيد منه أيضا الحكومة الحالية لعقد صفقات مشبوهة فساد، صفقات فساد شراء الحنطة بمليارات الدولارات. ولذلك مرت أيام عديدة ولم تتخذ الحكومة الحالية أي إجراء يحفظ الإنتاج القمحي للبلد، بل حتى تصريح حكومي يدين هذه الأفعال الإجرامية لم يصل إلى هذه اللحظة، وهذا بحد ذاته إشارة واضحة للشعب العراقي مفادها أن عليكم حكمة إيران أولا. نعم، تأتي هذه الحرائق التي استهدفت محاصيل الحنطة والشعير بعد استهداف سابق للثروة السمكية والطماطم والدجاج، برأيكم ما الهدف من تخريب الثروة الغذائية للعراق؟ بيان الهيئة اليوم أشار بوضوح إلى أن هناك سعي محموم وممنهج لتدمير الزراعة العراقية بشكل واضح وعلني. فظاهرة إحراق محصول الحنطة قبل حصادها بأيام، وقبلها تم إتلاف الطماطم في البصرة ونفوق الأسماك وقتل الدواجن وتجريف البساتين وغيرها من الحوادث الواضحة هدفها أولا هو إنهاء الزراعة في العراق، تدمير اقتصاد العراق وجعله سوقا مفتوحا لكل البضائع الإيرانية، لأن تدمير هذه الثروات هو لإرغام العراقيين على اللجوء لإيران والاعتماد على صادراتها للعراق بشكل كامل، وهو في نفس الوقت محاولة لتحسين اقتصاد إيران المتهاوي على حساب الشعب العراقي ومعاناته. وأيضا هناك هدف آخر وهو إفقار هذه المحافظات وسلبها مقومات العيش، وأيضا لإرهاب الفلاح وإرغامه على دفع دعوات للميليشيات كي لا تحرق هذه الميليشيات محصولها الزراعي، وأيضا إخضاع الناس لخدمة إيران وجعلهم أداة قيعة لتخدم مشاريع إيران في المنطقة بواسطة وكلائها من الحكومة والميليشيات.
هذه كلها أهداف واضحة أمام الشعب العراقي الذي أثبت بعدة مناسبات موقفه من إيران وتحميله إيران وأمريكا مسؤولية ما يجري في العراق من مآسي ومعاناة الشعب العراقي. شكرا جزيلا لكم الدكتور ثامر العلواني، عضو هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.